انطلق الشوط الثاني لمصلحة المولودية. بوردي مع عبد الرحمن مسجل واحد من بين أجمل أهداف هذا الموسم في البطولة. بانو ياو عدادي توفيق وياسين علياني هي تشكيلة المدرب باتريس بوميل، فيما الأول شريف حجار، فيما تشكيلة مولودية الجزائر بليتيم أسامة في حراسة المرمى. والمحاولة الأولى تدخل الدفاع وتدخل حارس المرمى وأنقذ مرماه من هدف محقق. أي بداية تسعى لها المولودية، نعم منها متأخرة بثلاثية كاملة، لذلك هي ستكون في صراع مع الوقت ومع النتيجة ومع العودة. هي المحاولة التسديدة من زكريا نعيجي، المتابعة ثم بايزيد نسيخ شمس الدين وعبادة أشرف، الكل يدافع والكل يرد الكرة، وحتى أراوشيش في أولى تدخلاته كان في المكان المناسب. شوط ثاني سيكون ناري وشوط ثاني سيكون كبير بين الفريقين. حلايمية ريدة على الجهة اليمنى، موالي حمزة على الجهة اليسرى، بالعمري جمال في محور الدفاع مع عبداللاوي أيوب القائد، زوكرانا محمد بن خماسة محمد، طاهر فتح الله، دحامني خرج وترك مكانه البوشريط، نعيجي الزكريا على الجهة اليسرى من الهجوم، وصوفيان بايزيد هو اليوم رأس الحربة الذي لم يقدر على التسجيل. ثلاثي تحكيم المباراة يقوده غربال مصطفى الزروني، أكرم ورد بن سلامة، ياسين بكواس، الياس الحكم الرابع. هكذا انطلق الشوط الثاني، وهكذا كانت أولى المحاولات، وهكذا كانت أولى الردود من جانب المولودية التي تسعى للعودة في النتيجة، لأن الشباب يترقب، لأن شباب بلوزداد غير بعيد، وأنصار شباب بلوزداد وفريقهم أكيد بأنه لا يهمهم فريق مولودية الجزائر بقد ما تهمهم النتيجة، ولكن هذا يمنحهم الأمل مرة أخرى. يعني تعثرت المولودية اليوم بالهزيمة وفي حال فوزهم بمبارياتهم المتأخرة من أجل العودة والمنافسة على اللقب. والتوزيع هذه يتدخل الدفاع، ما زالت على الكرة الثانية من موالي حمزة، يرفعها يتدخل دفاع الجمعية، طاهر فتح الله ينتظر الكرة الثانية، موالي يغير الجناح على الجهة اليمنى، من هناك تمر الكرة دائما داخل المنطقة. يا سلام يا سلام يا للروعة يا له من هدف، لا الإطارة، إنها المتعة، إنه جنون الكرة، إنه زوكرانا. زوكرانا يعود بالمولودية في هذا الوقت بالذات بعد محاولة أولى، يسقط ألاوشيش في الثانية، يقلص النتيجة. هاي الرغبة وهاي المحاولة وهاي التسديدة، وهو الهدف، وهو الهدف، وهو الجنون. انطلقت المباراة المولودية ما هذا بعقلية أخرى في الشوط الثاني. مباراة لا تتوقف، مباراة نعيد وأكررها، هاربة من الدوري الأرجنتيني، من هناك الكرة لمصلحة المولودية، انطلاقة في هجمة مرتدة دائما على الجهة اليمنى، التوزيعة، من يسدد الكرة، عودة الدفاع، انطلاقة في مرتدة استرجع من جمال الدين بالعمري، الكرة من هناك دائما لموالي مرفوعة والتسديدة. زوكرانا في وقت حساس عاد بالمولودية، في وقت حساس أشعل المدرجات، مدرجات ملعب 5 جويلية، وما زال الكثير لجمعية تونان بيشلف وكذلك للمولودية. المهم أن الدقائق هذه المتبقية لن تخلو من الإطار. راح بايزيد، انطلق بايزيد، واصل واصل واصل، ما هذا؟ هذه المولودية والبرازيل أم برشلونة أم ريال مدريد؟ ماذا يا زكريا نيجي؟
فقدت صوتي في مباراتي اليوم. يا للروعة، يا للإطارة، ويا للحماس، ويا للندية، ويا للفرجة. هكذا يفعل أبناء المولودية. المولودية يبدو بأنها بحر يمتد، لا تريد أن يوقف أحد. انطلق لهداف الغزال نعيجي، فوقع الثاني وعدل للمولودية ب3-3. أي ريمونتادا هاتي، وأي كرة هاتي، وأي جنون هذا! ماذا يقدم هؤلاء؟ ماذا منح لهم بومال؟ ما هو السر؟ ما هي التوليفة في الشوطين؟ في 5 دقائق تعود وأنت منهزم ب3 وتعدل النتيجة. كم أنا محظوظ وكم هم هؤلاء محظوظين. 3-3 في مباراة ونتائج أبهرت هذا المدرب بيتكوفيتش. نعم، إن بطولتنا من البطولات العالمية بأنصارها الرائعين الذين يصنعون هذه الصور على المدرجات، بهذه الصور والعلامة المسجلة الجزائرية من ملعب 5 جويلية الأولمبي، وليس من البومبونيرا أو المونيمونتال أو السيجنال إيدنا بارك، وإنما من 5 جويلية الأولمبي، رمز الرياضة والكرة الجزائرية. شكرا لكم على هذا الأداء من الجانبين. انطلقت المولودية، البحر الممتد الذي لا يتوقف. فريق جمعية أولمبي شلف بعقلية ثانية، أراد أن ينتظر في الخلف فدفعت 8 كاش في مباراة لا تتوقف، لا تتوقف، لا تتوقف بتاتا بتاتا بتاتا. 6 دقائق من الهوج الجنون. أعطينا حتى المدرجات. هيكل قاسمي لم يرد تفويت اللقطات على أرضية الميدان، وعقله مع المدرجات أيضا، ولكن الأولوية للعب وللمباشر، لأن ما يصنعه الأنصار شيء ضرب من الخيال. أنصار نوادينا على العين وعلى الرأس لما يقومون به من لوحات فنية. آه على الكرة الكبيرة والغدارة. شكرا هيكل. شاهد الصورة، شاهد الصورة التي تصلكم. احتفلوا وامرحوا أنتم في الجزائر وعلى مدرجات الملعب الجوهرة. 3-3 هو ليس نهائي لكأس الجمهورية أو نهائي للبطولة، وإنما مباراة في الجولة 20 من عمر المحترف. المولودية ارتدى الثوب البطل في الشوط الثاني مباشرة لألاوشيش الذي سقط مرة أخرى بدونائية في هذه المباراة المنعبة والمجنونة. هؤلاء الأنصار قدموا، هؤلاء الأنصار حضروا هنا ولم تخيب أملهم، سواء جمعية أولمبي شلف أو سواء فريق مولودية الجزائر. النكة والإطارة موجودة، الأهداف موجودة. بالله عليكم، كيف لي ألا أشبههم بالدوري الإنجليزي أو الأرجنتيني؟ الشبه جميل ورفع المعنويات أجمل، والكرة موجودة ونحن نطالب بالفرجة. ويقال بأن بطولتنا ليست بطولة أهداف. 6 أهداف في مباراة واحدة، هذا شيء رائع وممتاز. مرفوع الكرة هذه داخل منطقة العمليات، ما زال المتابعة. إنها الكرة الثانية من هناك، حالة طوارئ يمر بها جمعية أولمبي شلف من هناك على الجهة اليسرى. ما زالت للمولودية، يبحث على الجهة اليمنى، يتوغل، يزيد، يرفع، يدخل، يوزع. أي جنون هذا! أية ريمونتادا تنادي! واحدة من أجمل ريمونتادات البطولة الوطنية، حتى لا أقول البطولات العربية. منهزم ب3-1 في 10 دقائق، أقل من ذلك تسجل ثلاثية وتصبح متفوق بربعية مقابل 3. هذا لا يحدث إلا مع المولودية.
وهذا لا يحدث إلا مع أنصارها في مباراة للتاريخ، في مباراة للذكرى. من سجل الهدف؟ إنه بايزيد، إنه بايزيد. شاهد هذا الإصرار، شاهد بوشريط هذا الذي اشترط على بايزيد أن يحولها في الشباك، فحولها في الشباك بكيفية ولا أروع، بكيفية ولا أجمل. 4-3 كمان محدود. سقطت علي هذه المباراة من السماء في هذه الليلة المباركة. 4-3 استمتعوا، إنها الكرة وفقط، إننا نلعب المولودية وكأنها ريال مدريد.